بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة على أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين المنطلقين هنا في هذا اليوم الجميل. سياف حمد بن سعيد بالصقعة الأخفالي، 4:26 توقيت المميز حتى هذه اللحظات الجميلة المميزة. أذهب هناك إلى لمحة في المركز الأول، شوطنا السابع خصوصي لبكار راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، النقلة على براقة لعبد الله بن أحمد العود الرميثي، أهالي السمحة حاضرين، بينما اللي في المركز الثالث شعار محمد بن مع بن عبيد بالدبيلة على ثالث المراكز حاضر مع هذه الانطلاقات أبو هزاع، بينما اللي في المركز الرابع الشاهين عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي تقدمه لنا. شوف هناك اللي تسللت، شوف اللي تسللت أيها الإخوة في هذه اللحظات الجميلة. عرين سالم بن حميد الشاعر العليلي أيضا حاضر مع عرين وإنجازات عرين في خامس المراكز اللي غيرت على المركز الأول، النقلة على المركز السابع. أرى شعار ابناء بن أغدير، أرى شعار ابناء بن أغدير هناك إلى انضمام أشواط القمة، انضمام إلى أشواط القمة. ثامن المراكز اللي وصلت في هذه اللحظات شعار ابناء اللبسة حاضرين هنا بهذا الشعار الجميل مع الضبي سعيد بن نايع بالشاوي الأغفالي، وفي المركز التاسع الهيد غشة لسعد بن علي بن محمد الحميدي، وفي المركز العاشر حضور راشد ولا هناك من الجانب الآخر دوما محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفو التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله لهذه المراكز، لهذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز هنا على أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق. أذهب إلى مقدمة الشوط، حاملة رقم 26 ولا رقم 6، نتمنى إن شاء الله التوفيق ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهيني لعبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، ولكن بن نايع مع الضبي سعيد بن نايع بالشاوي الأغفالي عرين في المركز الثالث، سالم بن حميد الشاعر العليلي، وفي المركز الرابع العبور ناصر بن محمد بن سلطان العواني. يلا يا بن شاهين النقلة على المركز الخامس، هناك اللي هي حربة لمحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة. اكتفي بهذا القدر، الله يا بن نايع، اللي قدم الضبي سعيد بن نايع بالشاوي الأغفالي، ولكن شوف هناك، شوف من الجانب الآخر الشاهنية لعبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، ما شاء الله على المركز الأول. التنافس ما بين الثنتين اللي وصلت وما يبنالها طاري سليمانية، راشد بن مسعود بن ناصر المالكي بن قحيد أيضا حاضر هنا مع دومة لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، أيها الإخوة. الله يا الشاهينية، المسيطرة على المركز الأول، الصامدة على مقدمة الشوط، عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي. عطنا هناك المركز الثالث، حضور في المركز الثالث تحمل رقم 8 على ما ظن، ولا رقم 3 أيها الإخوة. سمحة حمد بالعصري بالحب العامري، اللحظات الأخيرة يا بالعصري، ولا السعيدي، اللحظات الأخيرة. تهانينا لمارك شانية عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي المركز الثاني، حمد بالعصري بالحب العامري المركز الثالث أيها الإخوة. هناك اللي في المركز الثالث للسيد راشد بن مسعود بن ناصر المالكي، وفي المركز الرابع اللي وصلتنا على رابع المراكز مستمعين الأعزاء عند اللجنة كان الدخول جماعي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالتمام. 4 دقائق توقيتنا ما شاء الله، هناك 32 ثانية
199 جزء من الثانية. شكرا دائما لهذه النواميس الجميلة والممتعة.